عادت عليكم بالرضا الأعياد، اليوم يحكي في اللقاء إياد، ونقص معنى غامضا في فقرة بالجهب ذي المعروف في من ساد، وفيات أعيان ومولا والغنى والبشت في دول الخليج يراد. قد لا أزيد الآن في ترحيبكم، لكن سلام قلوبنا يزداد. يقول بعض المقدمين في وسائل الإعلام: نلتقي بكم اليوم لنتكلم عن تطور مرض كورونا، والصحيح لنتكلم على تطور مرض كورونا، أو لنتحدث عن تطور مرض كورونا، لأن نتكلم عن بمعنى تحدث بالنيابة عن، وهو غير صحيح في هذا السياق. من الأخطاء الشائعة قول بعضهم: آخذه على أخطائه المتكررة، أو لا تؤاخذني على تقصيري، والصحيح آخذه بأخطائه، أو لا تؤاخذني بتقصيري. وفي الكتاب العزيز: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وفيه لا تؤاخذني بما نسيت. من الأخطاء الشائعة قول بعضهم: أحاط فلان الحديث بالكتمان، والصحيح أحاط فلان الكتمان بالحديث، أو أحاط الكتمان بالحديث، لأن الباء تدخل على الذي أحيط به، والمعنى هنا أحاط الشيء به، أي جعل الكتمان كالحائط له. وجاء في لسان العرب أن كل من بلغ أقصى شيء وأحصى علمه فقد أحاط به. إذا قلت أحاطت به الخيل أي أحدقت، وأحاط بالأمر إذا أحدق به من جوانبه كلها. وقول الله تعالى: أحطت بما لم تحط به، أي علمته من جميع جهاته، وأحاط به علمه، وأحاط به علما. وقول الله تعالى: إلا أن يحاط بكم، أي تؤخذوا من جوانبكم. من الأخطاء الشائعة قول بعضهم: تلقى ضربة قاسمة، والصحيح تلقى ضربة قاصمة، بالصاد لا بالسين. فليس المقصود من ذلك أن الضربة قسمته إلى قسمين، ولكن المعنى أنها كسرته. يقال: قسم الشيء قسما، جزأه وجعله نصفين. ويقال: قسم القوم الشيء بينهم، أي أخذ كل منهم نصيبه منه. أما القسم بالصاد فهو دق الشيء، يقال للظالم: قسم الله ظهره، والقسم كسر الشيء الشديد حتى يبين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الجنة: يرفع أهل الغرف إلى غرفهم في درة بيضاء ليس فيها قسم ولا فصم. قيل القسم بالقاف هو أن ينكسر الشيء فيبين. جف حجرك وطاب نشرك، أكلت دهشا وحطبت قمشا. يروى أن امرأة زارتها بنت أخيها وبنت أختها، فأحسنت لهما، فلما حان وقت الرجوع قالت لابنة أخيها: جف حجرك وطاب نشرك. فسرت الصبية بما قالت لها عمتها، وقالت لابنة أختها: أكلت دهشا وحطبت قمشا. فوجدت بذلك الصبية وشق عليها هذا القول. انطلقت بنت الأخ إلى أمها مسرورة، فقالت لأمها: إني عدت من عند عمتي. قالت لها: ما قالت لك عمتك؟ قالت: إنها قالت لي خيرا ودعت لي.
قالت: وكيف قالت لك؟ قالت: جف حجرك وطاب نشرك. قالت: أي بني، ما دعت لك بخير، ولكن دعت بأن لا تشمي ولدا أبدا فيبل حجرك أو يغير نشرك. وانطلقت الأخرى إلى أمها، فقالت لها أمها: ما قالت لك خالتك؟ قالت: وما عسى أن تقول لي، دعت الله علي. قالت: وكيف قالت لك؟ قالت: أكلت دهشا وحطبت قمشا. قالت: بل دعت الله لك يا بني أن يكثر الله ولدك فينازعوك في المال ويقمشوك حطبا. الحديث ذو شجون، أي ذو طرق. الواحد شجن بسكون الجيم، والشواجن أودية كثيرة الشجر، الواحدة شاجنة. وأصل هذا المثل الاتصال والالتفاف، ومنه الشجنة، الشجرة الملتفة الأغصان. يضرب هذا المثل في الحديث يتذكر. يقولون سكر، والأمر منه سكر بمعنى أغلق وسد. في العامية الشامية يقولون عن قفل الماء سكر، وهي من الفصيح. وإذا قلت سكره يسكره، أي بمعنى سد فاه. والسكر بالكسر الاسم منه، وهو العرم، أي الأحباس وسدود المياه التي تبنى في الأودية. وكل ما سد به النهر ومتفجر الماء فهو سكر، وهو السداد. في التنزيل العزيز لقالوا: إنما سكرت أبصارنا، أي حبست عن النظر وحجبت عنه. وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية. وقال آخرون: غطيت وغشيت. وجمع بعضهم بينها فقال: إن الأبصار غشيها ما منعها من النظر، كما يمنع السكر الماء من الجري. وحام، إن زوجتي عندها وحام، هي كلمة صحيحة. يقال: وحام الحبلى. وهذه حبلى تتوحم، فصيحة صحيحة. وحمت المرأة إذا اشتهت شيئا على حبلها. فإذا قلت: وحمناها توحيما، يعني أطعمناها ما تشتهيه. وفي المثل: في الشهوان وحمى ولا حبل، فيقال هذا يشتهي كما تشتهي الحبلى وليس به حبل. ثم يقال لكل من أفرطت شهوته في شيء: قد وحم، يوحم وحما. لم يكن عشمي فيك هكذا، خيبت ظني. العشم من العام الفصيح: هذا عشمي فيك، أو ما كان العشم فيك هكذا، بمعنى الرجاء. جاء في لسان العرب العشم الطمع، والرجاء أيضا شبه الطمع هنا. والعشم مصدر للفعل عشمة، ويقصد به الأمل أو الطمع في شخص، وغالبا ما يكون من باب الحب وحسن الظن. يعني إذا قلت: هذا العشم، أو هذا عشمي بك، بمعنى هذا ما كنت أتوقعه منك، أو هذا ما رجوته، أو أنك لم تخيب ظني بك. نسأل الله أن يكون عشمكم بنا طيبا. كان الخليفة العباسي المعتضد بالله ذكياً شديداً على الفاسدين والمفسدين. وذات يوم، وبينما هو جالس في بيت يبنى له، يشاهد الصناع والعمال ويراقب عملهم، رأى في جملتهم غلاماً أسود كثير المرح والمزاح، يصعد على السلم مرقاتين مرقاتين، أي درجتين درجتين، ويحمل ضعف ما يحملونه. فأنكر أمره، فأحضره وسأله عن سبب ذلك، فلجلج الفتى وارتبك. فقال لأحد كتابه الجالسين معه:
أي شيء يقع لك في أمره؟ فقال: ومن هذا حتى صرفت فكرك إليه؟ ولعله لا عيال له فهو خالي القلب. قال: ويحك، قد خمنت في أمره تخمينا ما أحسبه باطلا، إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة من غير وجه حق، أو أن يكون لصا يتستر بالعمل في الطين. فتعجب جليس المعتضد بالله مما يقول، وأراد أن يصرفه عن فكرته، فذلك أمر بعيد. فأمر المعتضد بالله بإحضاره فضربه، وحلف إن لم يصدقه ضرب عنقه، وأحضر السيف والنطق. فطلب الصانع الأمان، فقال الخليفة: لك الأمان إلا ما يجب عليك فيه من حد. فلم يفهم الفتى ما قال له المعتضد، وظن أنه قد أعطاه مطلق الأمان، فقال: أنا كنت أعمل في مكان حيث الآجر الذي فيه الأتاتين، والأتاتين جمع أتون، وهو الفرن الذي يعني يشبه الموقد، يطبخ فيه، مكون من الطين. وكنت منذ شهور هناك جالسا، فمر بي رجل في وسطه هميان، والهميان هو كيس توضع فيه النقود، نرى هذه الأيام على بعض الباعة في الأسواق الأسبوعية المكتظة. المهم، فمر به رجل في وسطه هميان، فتبعته، فجاء إلى بعض الأتاتين فجلس، وهو لا يعلم مكاني، فحل الهميان وأخرج منه دينارا، فتأملته فإذا كله دنانير وليس دينارا واحدا، فقمت إليه فضربته وكتفته وسددت فاه وقتلته وتخلصت منه، وأخذت الهميان فصارت الدنانير معي. فأمر المعتضد من يحضر الدنانير من منزله، وإذا على الهميان مكتوب عليه أن هذا الهميان لفلان بن فلان، وهذه عادة عندما يملك حرزا أو حقيبة فيها مال ونحو ذلك. فنودي في البلدة باسمه، فجاءت امرأة قالت: هذا زوجي ولي منه هذا الطفل، وقد خرج زوجي في وقت كذا وكذا، وكان معه هميان فيه 1000 دينار، فغاب ومنذ ذلك اليوم لم يحضر. فسلم المعتضد بالله الدنانير إليها، وأمرها أن تعتد، وأمر بالقصاص من القاتل. ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة وهو ابن 21 سنة، قال: فاستزرى به الناس واستضعفوه فامتحنوه، فقالوا: كم سن القاضي؟ قال: سن عتاب بن أسيد، حيث ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. هذا يحيلني إلى رجل سأل شابا أراد الزواج بابنته: أين ستسكن يا بني؟ قال الشاب: هذا سؤال عجيب، إن الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إنما أنا من جئت أطلب سكنا، فإن زوجتني سكنت وإلا فلا مأوى لي. فسر الرجل بجواب الشاب، ولا ندري حقيقة أزوجه أم لم يزوجه. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فلان لا يعرف الشر، فقال: هو أجدر أن يقع فيه. دخل رجل على مريض يعوده، فنعى عنده من مات بمثل علته، فخلع قلبه، فقال له المريض: إذا دخلت على المرضى فلا تنعى إليهم الموتى، وإذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال رجل لهشام بن عمرو القوطي: كم تعد؟ قال: من 1 إلى 1000 وأكثر. قال: لم أرد هذا. قال: فما أردت؟ قال: كم تعد من السن؟ قال: 32 16 من أعلى و16 من أسفل. قال: لم أرد هذا. قال: فما رأيت؟ قال: كم لك من السنين؟ قال: ما لي منها شيء، كلها لله عز وجل. قال: فما سنك؟ قال: عظم. قال: فابن كم أنت؟ قال: ابن 2، أب وأم. قال: فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء لقتلني. قال: فكيف أقول لك؟ قال: قل.
كم مضى من عمري. المولى، المولى في الأصل معناها السيد الذي يتولى أمر الرعاية، ولذلك يقولون للسلطان مولانا، وقد تعطي نظير المعنى فتدل على من أعتق. والمولى الحليف، والمولى هو الولي في الدين، وقد تأتي بمعنى الأولى بالشيء. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، يعني النار هي أولى بكم والعياذ بالله، وأنتم أولى بها وبئس المصير. والمولى هو الجار، والمولى ابن العم، والمولى هو الولي في الدين كما ذكرنا، والناصر. تأمل قول الله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، الله ولي الذين آمنوا. وتأمل ما جاء في الكتاب العزيز: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. المن، المن هو القطع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير ممنون، غير مقطوع ولا ممنوع. فإذا قرأت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإن المعنى واضح بما يقال للمتصدق عليه، ويذكر له فضل صدقة المعطي. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه. والمن شيء يسقط على شجر أو حجر، ينعقد ويجف جفاف الصمغ، يكون حلوا كالعسل ويؤكل. ولعل المفسرين جعلوه المقصود في قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العباء الواسعة للرجال لا أكمام لها، مصنوعة من نسيج غليظ كالصوف، يصلح للشتاء أو خفيف يصلح للصيف، وهو لباس معروف في دول الخليج العربي وبوادي الشام والعراق. واللفظ تحوير لكلمة باشتدار الفارسية، ومعناه الحرفي ذو ظهر، وتأتي بمعنى كل ملبوس سميك. الجهبذ، والجمع جهابذة، وجهابذة الفكر أعلامه البارزون، يقال عالم جهبذ من الجهابذة، العظام، العارف، المتضلع من المعارف، وهو النقاد الخبير بغوامض الأمور، البارع العارف بطرق النقد. وهذا اللفظ معرب من الفارسية، ويقال أيضا الجهباذ بالكسر، وهو لغة في الجهبذ والجمع الجهابذة. الفرسخ كلمة فارسية معربة تعني ثلاثة أميال على أرجح الأقوال، وجمعه فراسخ، وهو من مقاييس المسافة قديما، وأصل الكلمة فارسية معربة. فلو كان الفرسخ ثلاثة أميال والميل 1620 مترا، فيكون الفرسخ عندئذ 8 كيلومترات و800 متر في النظام الدولي الحالي. الكرباج كلمة فارسية معربة تعني الصوت، وهو عبارة عن حبل مجدول من الليف أو الجلد، يستعمل لضرب الخيل التي تجر العربة لحثها على المسير، كما يستعمل وسيلة للتعذيب في السجون. لغم بفتح الغين، وعاء يحتوي مواد متفجرة ينفجر عند تحريكه أو الضغط عليه من خلال توقيت زمن انفجاره، والجمع ألغام، ويقال سيارة ملغومة أو ملغمة، وهو في اللغة التركية لاغم، وفي اليونانية يقولون لاغومي، وله ثلاثة معاني:
النفق ومجاري الصرف الصحي والوعاء المتفجر. ودخلت الكلمة في اللغة التركية بهذه المعاني الثلاثة. إياد اسم علم أحبه لأنه اسم صديقي، وهو اسم مشهور قديما وحديثا. وإياد كل شيء ما يقوى به من جانبيه، وهما إياداه، والإياد أيضا الجبل الحصين وكل ما كان واقيا. ولذلك قيل في الدعاء للملك أيده الله. والإياد أيضا يتضمن معنى المعقل أو الكنف أو الملجأ، وأصل ذلك المعنى من البيئة الصحراوية. فالإياد هو التراب، يجعلونه حول الحوض والخباء، يقوون به أطرافه ليحميه من الهدم إذا جاء المطر. مرحبا يا إياد. الشعبي يخطأ من عبد الملك بن مروان ويرد على الخليفة. قال الشعبي في كلام له في مجلس عبد الملك بن مروان: رجلان جاءوني. فقال عبد الملك: لحنت يا شعبي، رجلان جاءاني. قال: يا أمير المؤمنين، لم ألحن. قال الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولم يقل: هذان خصمان اختصما. فقال عبد الملك: لله درك يا فقيه العراقين، البصرة والكوفة، قد شفيت وكفيت. الغنى له مراتب وله تفصيل، فأوله الكفاف، ثم الغنى، ثم الإحراف، وهو أن ينمي المال ويكثر، ثم الثروة، ثم الإكثار، ثم الإتراب، ثم القنطرة، وهو أن يملك الرجل القناطير من الذهب والفضة. إذا كان المال موروثا فهو تلاد، فإذا كان مكتسبا فهو طارف، فإذا كان مدفونا فهو ركاز، فإذا كان لا يرجى فهو ضمار، فإذا كان ذهبا وفضة فهو صامت، فإذا كان إبلا وغنما فهو ناطق، فإذا كان ضيعة فهو عقار. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. وفيات الأعيان: ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد، ولد في مطلع القرن السابع الهجري، وعاش نحو 73 سنة، ومات في دمشق على سفح قاسيون. تنقل بين مصر والعراق وبلاد الشام، وكان قاضيا في عهد الظاهر بيبرس. أديب كبير ومؤرخ ثقة. قيل إن لفظ خلكان مكون من فعلين، هما خلي، يعني خلكان، خلكان بمعنى اترك، والفعل الآخر هو كان. وقد سمي ابن خلكان بذلك لأنه كان يقول دائما: كان والدي كذا وكان جدي كذا. وعندئذ كان يقال له خلكان، ومن الناس من ضبطها بالسكون لتصبح خلكان. وقيل أن خلكان اسم لقرية، وقيل اسم لبعض أجداده. إنه أحد علماء عصره المشهورين، وسيد أدباء دهره المذكورين. جمع بين علوم كثيرة في العربية، في الفقه، في التاريخ، وفي اللغة. قال عن نفسه: أحفظ 17 ديواناً من الشعر. كتابه وفيات الأعيان هو طويل العنوان أصلاً. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان، من أجود كتب التراجم التي حوت أعلام الشعراء والملوك والعلماء والفقهاء واللغويين والنحاة، حتى وصل عددهم إلى
1955 عالما، بدءا من القرن الأول في الهجرة حتى عصر المؤلف في القرن السابع الهجري كما ذكر. يرتب ابن خلكان أعلامه على حروف المعجم، عني بأعلام زمانه الذين شاهدهم وعرفهم. كان مهتما جدا بذكر سنة الوفاة لكل من يتحدث عنه، ولا غرابة أن جعل أول كلمة في عنوان كتابه وفيات. جذب الكتاب إليه العلماء والباحثين، فاستدرك بعض من جاء بعده عليه كفوات الوفيات والوافي بالوفيات ودرة الحجال في أسماء الرجال. رحم الله ابن خلكان فقد كان. حرف تسطر في لوح السماوات، من قطره يستقي الموروث والآتي، وقلبه النور لو تاهت سواحله، أهدى بديع المعاني كف مرساتي. قوافل الحسن سارت تبتغي نزلا، فكان منزلها ظل المقامات.